السلام عليكم ورحمة الله، يوم جديد جعله الله لكم فيه كل الخير والسعادة والبركة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في قراءة صحفية جديدة من برنامج صحفتكم الذي يستعرض معكم أهم أخبار الصحف المحلية اليومية الأربع والطبعات الحديثة الصادرة لهذا اليوم الاثنين الموافق للثلاثين من شهر يوليو لعام 2018. وإلى أهم العناوين، إذا نبدأ مع صحيفة البلاد التي أبرزت في طبعتها لهذا اليوم: جلالته تابع مشاركة الدفاع المستمرة في إعادة الأمل. العاهل: رجالنا يقفون صفا واحدا مع القوات السعودية والإماراتية. تمكين تحتفي بتخريج 60 مشاركا في متمهن. باس تدرب 2800 موظف في 6 أشهر. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي لفتت في صدر صفحاتها لهذا اليوم: الملك يصدر 4 قوانين مهمة على رأسها تعديلات على نظام الانتخابات البلدية. صحيفة بريطانية تفضح عمليات قطر السوداء لاستضافة المونديال. ومع صحيفة الوطن والتي عنونت: السفير الأمريكي، خطوات بحرينية كبيرة في دعم الحريات النقابية. الجودر، جائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب، منصة ثقافية خليجية رائدة. مواطنون يشكون النقص الحاد في التطعيمات بالسلمانية. إلزام الجامعة العربية المفتوحة بإعادة رسوم الطلبة المتضررين. البنفلاح، شركة عالمية تقدم خدمات المطاعم في المطار الجديد. أما صحيفة الأيام فنقرأ: استكمال نقاش مواد المشروع بقانون، مصدر للأيام، توافق حكومي برلماني على التقاعد المبكر عند 55 عاما. دراسة مساندة لأصحاب السجلات الافتراضية. حماد، لا توجه لخفض نسب الدعم لبرامج تمكين. البنفلاح، فتح تحقيق في حادثة خلل فني بمطار البحرين يؤخر الرحلات المغادرة لساعتين. أولى دفعات حجاج البحرين تنطلق في 7 أغسطس. إيقاف الشاحنات باللوحات البرتغالية من عبور الجسر. أهلا بكم، ونبدأ الآن مع قراءة شاملة لأهم ما جاءت به الصحف المحلية من أخبار، ونبدأ مع صحيفة الوطن لنقرأ منها: أن مواطنين قد شكوا من نقص حاد في تطعيمات مرض التهاب السحايا أو الحمى الشوكية بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية، وطالبوا في تصريحات للوطن بضرورة توفير هذه التطعيمات بشكل عاجل وفوري نظرا لأهميتها الشديدة لصحة المواطن والمقيم فضلا عن الحجاج. نطالع من صحيفة الوطن أن وزارة المواصلات والاتصالات ستبدأ بإيقاف الشاحنات ذات اللوحة الخاصة البرتقالية اللون التي تنقل بالأجر فقط من عبور جسر الملك فهد النقل الداخلي للبضائع والنقل الدولي للبضائع، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 1 أغسطس القادم. وطالبت الوزارة الشركات والمؤسسات المخالفة باستخراج سجل تجاري وتحويل جميع اللوحات إلى لوحات صفراء ودفع الرسوم المستحقة لوزارة المواصلات والاتصالات والإدارة العامة للمرور.
ومن الصفحة الرياضية لصحيفة الوطن نقرأ أن الاتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة بدأ في اتخاذ خطوات لإطلاق أول دوري للألعاب الإلكترونية لكرة السلة على أن يقام على مستويين، الأول موجه إلى لاعبي الأندية الوطنية والثانية بطولة للجماهير الرياضية على مستوى المملكة والخليج. نتحول إلى صحيفة أخبار الخليج ونقرأ منها أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أفادت أن قسم الحجر ووقاية النباتات بإدارة الثروة النباتية باشر خلال شهري يونيو الماضي بفحص 2550 إرسالية واردة من الفواكه والخضار إلى مملكة البحرين. أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة دهس سيارة لراقص كيكي في ولاية فلوريدا. وقال صحيفة أخبار الخليج نقلا عن صحيفة ذا صن البريطانية إن الشاب قام بتحدي كيكي بالرقص بجانب سيارته بينما كانت صديقته تصوره من داخل السيارة ليتفاجأ بسيارة تصدمه. لم ينتهي العالم بعد من أزمة لعبتي الحوت الأزرق ومريم اللتين أدتا إلى انتحار عدد كبير من الأطفال على امتداد العالم حتى دخل بأزمة جديدة عنوانها لعبة مومو. تقول صحيفة أخبار الخليج إن لعبة مومو تظهر في تطبيق واتساب مع رسالة مخيفة تستهدف تهديد بعض مستخدمي التطبيق. أما الرقم الذي يتم التحدث منه في هذه اللعبة فمصدره العاصمة اليابانية طوكيو حيث يمكن لمومو التحدث بأي لغة مع أي شخص. في حوار خاص مع السفير الصيني لدى المملكة مع صحيفة الأيام أعلن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البحرين أنور حبيب الله عن استعداد بلاده للانضمام لأعمال بناء جسر الملك حمد الذي سيربط البحرين بالمملكة العربية السعودية مؤكدا اهتمام الصين بالاكتشافات النفطية في مملكة البحرين والمشاركة في تنميتها. نقرأ من صحيفة الأيام أن وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وزارة الصحة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الرامية لتعزيز أنماط الحياة الصحية مثل مكافحة التدخين والسمنة وممارسة النشاط البدني من خلال عدة مشاريع رئيسية تم تطبيقها في جميع المدارس. أشارت صحيفة الأيام إلى أن أولى دفعات حملات الحج لهذا الموسم تبدأ بالمغادرة إلى الديار المقدسة عبر مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 أغسطس القادم، كما وستبدأ طلائع كوادر حملات الحج البحرينية المغادرة عن طريق جسر الملك فهد غدا الثلاثاء. ونختتم جولتنا الإخبارية مع صحيفة البلاد والتي أشارت إلى أن اللجنة الأمنية التابعة لمحافظة العاصمة بحثت ظاهرة جمع المال بواسطة الحصالات المتنقلة داخل حرم المساجد ودور العبادة حيث اطلعت على القوانين والقرارات المنظمة لعملية جمع المال للحيلولة دون استغلال تلك الأموال من قبل بعض الأشخاص لمصالحهم الشخصية.
لفتت صحيفة البلاد إلى أن الدكتورة منى البلوشي القائم بأعمال الأمين العام لمجلس التعليم العالي صرحت أن الأمانة العامة قامت بمتابعة الخطة العلاجية التي تقدمت بها الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين لطلبة ماجستير إدارة الأعمال، وذلك بعد ارتكابها المخالفات التي رصدتها الأمانة العامة التي ارتقت بعضها للشبهة الجنائية. البحرين تحتفي مع الأسرة الدولية باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبهذه المناسبة دعا رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه الجريمة الخطيرة التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وفي مسك الختام نبقى مع الكاريكاتير. وفي مسك الختام تقبلوا تحياتي أنا وفريق العمل، وفي أمان الله.